السلام عليكم، معاكم مصطفى من قناه مستر بونتك. طيب يا جدعان، مؤخرا او مؤخرا ايه بدايه، انا لسه مخلص امتحان من كام ساعه. اول امتحان ليا كان عربي ودين، والحمد لله عدى على خير، وانا مش واثق انه عدى على معلش حته حر، مش واثق انه عدى على خير بنسبه 100%، ولكن يعني ربنا يقدم في الخير. طيب، حلقه النهارده هنتكلم فيها عن زياده غريبه قوي حصلت في القناه عندي في الشهر اللي فات، شهر مايو، بشكل غريب. لو انا حسيت يعني ما توقعتش الموضوع ده، ولكن انا قلت انا هنشر فيديوهات بشكل مستمر. نشرت تقريبا 11 او 12 فيديو بشكل مستمر. هل ال 11 او 12 فيديو دول هيأثروا في القناه بعد كده؟ ايوه، اثروا، واثروا كويس، واتكلمت في ده في حلقه فاتت، ولكن انا النهارده عايز اوريك التاثير ده بنفسك عشان تفهم وتعرف ايه اللي حصل. طيب، انا في الاول شهر ابريل، قبل ابريل، الكلام ده كله كنت بزيد من 50 ل 60 مشترك او 70 مشترك بالكثير قوي في اليوم الواحد. ولكن بعد يعني مثلا لو جينا نحسب كده في شهر ابريل، زي نشرت مثلا 9 فيديوهات او 10 فيديوهات. لو جينا نشوف شهر مايو، هتلاقي نشرت كتير جدا، حتى في 12 فيديو نشرتهم ورا بعض، وفي بعض الفيديوهات اللي اتنشرت قبل كده واللي بعد كده. ففي شهر مايو انا ابدعت ونشرت كتير جدا من الفيديوهات، يعني تقريبا ممكن اكون نشرت 16 17 فيديو. طيب، الفرق كان في ايه؟ الفرق كان كبير قوي في عدد المشتركين. يعني مثلا في شهر ابريل زدت 1700 مشترك، وهتلاقي قدامك فيديو بيشرح الموضوع. وفي شهر مايو انا زدت 2300 مشترك. 2300 مشترك مش كتير قوي، ولكن مش قليل خالص. لو انت بتزيد في الشهر 2000 مشترك، ده ممتاز جدا. ده انت مثلا في خلال شهور قليله جدا هتقدر تجيب 100,000 مشترك. فده اللي انا بسعى وراه، وده اللي انا عايز اوصل له في القناه دي. فان شاء الله وباذن الله هفضل مكمل على الفيديوهات كده، ولكن باذن الله هنخلص امتحانات الاول، بعد كده نعمل اللي احنا عايزينه. ولكن اللي حابب اتكلم فيه بس، او اللي حابب ان انا اوضحه لك، ان الاستمراريه في الفيديوهات مش بس انها هتزود مشاهداتك، ده انت هتزود مشتركينك وهتزود كل حاجه. كل حاجه زادت شباب، برضو في الفيديو اللي انت شفته قدامك او اللي انت لسه بتشوفه مش عارف، فالفيديو ده هتلاقيه موضح فيه ان انا زدت في كل حاجه. زدت في المشتركين، وزدت في المشاهدات، وزدت في الواتش تايم، وزدت في كل حاجه في القناه، وزدت حتى في الفلوس، في الارباح حتى زادت طبعا، طالما مشاهداتك زادت وفيديوهاتك زادت و انت ايه المشاهده عندك زادت، فطبيعي جدا، معلش لسه واكل، فطبيعي جدا ان ارباحك تزيد. اللي غير متوقع بقى ان مثلا في اول ما نشرت 12 فيديو اللي انا نشرتهم دول ورا بعض، ما كنتش ملاحظ ان في زياده في حاجه. كنت مثلا بزيد 5-6 مشترك، بل اقل كمان، ممكن ساعات بزيد 30-40 مشترك، وصلت لكده في كذا فيديو وفي كذا يوم يعني. وبعد كده لقيت فجاه الدنيا نطت، الدنيا بدات تزيد، بقت تزيد 100 مشترك في اليوم، 150 250 مشترك، وده اكبر رقم وصلت له. زدت 250 مشترك في اليوم. انا كنت قاعد، والله العظيم كنت قاعد الساعه 5:30 تقريبا او 6، كنا قاعدين كده في البيت بفتح اللايف بتاع المشتركين اللي هو بيزود، بتلاقي المشتركين بيزيدوا يعني، فببص لقيت المشتركين بيزيدوا عندي بمعدل مشترك كل 3 ثواني او كل 4 ثواني، كل بشكل منتظم جدا. انا استغربت، قلت ايه ده حد اكيد بيشتري لي مشتركين وفي مشكله هتحصل ومش عارف ايه. ورحت داخل على ماتريكس 219 الجروب، قلت للناس انا بيحصل معايا كذا كذا. الناس قالت لي طب ده حاجه كويسه وده مش عارف ايه، لا طب بص على مصدر الناس، ممكن يكونوا حد بيشتري لك مشتركين مش عارف ايه الكلام ده كله. لكن لما لقيت المصدر لقيته ناس طبيعيه جدا وناس عاديه جدا. لما دخلت على القناه عندي لقيته ناس طبيعيه جدا واكونتات حقيقيه، فانا استغربت جدا يعني من الموضوع ده. بعد كده لقيت المشتركين بدأوا يقفوا وما عادوش بيزيدوا بالشكل الكبير ده، وبعد كده لقيتهم بدأوا يرجعوا تاني يزيدوا، فقلت لا الموضوع ده طبيعي وطبيعي جدا، فبسطت جدا يعني. في اليوم ده زدت 250 مشترك، وده رقم مش قليل على قناة مستر بونتك او على قناة اذا القناة بتاعتي، لا رقم مش قليل، وان شاء الله احنا في الزيادة. ولا حاجة كمان بس حاول قبل ما انهي الفيديو، انا معدل المتوسط عندي بدل ما كان 50 60 مشترك، لا بقى 70 ل 100 مشترك، من 70 ل 100، حتى لو ما بنشرش فيديوهات بقى من 70 ل 100 مشترك في اليوم. وده سبب بس ان انا نشرت 12 فيديو ورا بعض في القناة، وانا واثق ان ده السبب الوحيد في الكلام ده كله، تمام، في التطور اللي حصل في المشتركين وفي الكلام ده كله. يعني زي ما قلنا قبل كده في قناة تفجير وتدمير، السبب عنده انه بينشر 4 فيديوهات في اليوم او 3 فيديوهات في اليوم، وده رقم كبير جدا. فحاول انك توصل للناس دي، لو انت حابب تنجح لازم تنشر فيديوهات كتير كتير جدا، حتى لو مش تلاقي دعم، حتى مش تلاقي مشاهدات. بلاش من الناس اللي بتجيلي على اليوتيوب، بتجيلي على الفيسبوك تقول لي انا ما عنديش دعم، ما حدش بيعمل لي لايك، ما حدش بيعمل لي سبسكرايب، مش عارف ايه. لا
استمر، حاول تنشر كتير، واكيد في الفيديو هيجي صح، واكيد في الفيديو هينفع معاك. استنى ان شاء الله الفيديو الجاي، وادعي لي عشان عندي امتحانات ان شاء الله خير. بس كده، شكرا عشان شفت الفيديو، اشوفك ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. سلام.